7 ها 8 السلام عليكم. اهلا يا مدام فدريه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخويا. 9 كمان ده 10. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيه لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده ابو 5 قراريط؟ هو ده 5 قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش. مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم؟ هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي هسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل، انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، الموضوع هنحله بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام، بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا، ما تغلطش ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب اهو بقى عشان تبقى تشرب. هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولكن تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يكونوا ضاع منك في الخناقه وانت بتعرف تمنهم. احنا فين ولا في ايه دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوت نمر باب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. نمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجامعه على طول. ها احمد حصاني، اتفضل يا باشا. اتفضل يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه برضه. مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف انها حمائيه، بس حصان بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، قصدي سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا لا لا، اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب مين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاجه على جنب بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. على مهلك، على مهلك، الله يكرمك، على مهلك، الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعاده الباشا. الف سلام. انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجه، احنا عايزين نتعرف يا سيدي، عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحاج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريه. زين ما اخترت يا اخويا. اكرمك الله يا فندم، وانا الحاج احمد توفيق. احنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. انا مالي اذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ اهدى اهدى، بص راسك اهدى، سايق عليك النبي تهدى. احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟
ده أنا لما عرفت ما صدقتش إن ده حصل مع حضرتك. لا إله إلا الله، يحصل معاك أنت 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 يا فضالي دي، أنت يلي سمعتك سبقاك. ها؟ وأنت تعرفني منين بقى عشان تعرف إن سمعتي سبقاني؟ أعرفك منين إزاي بقى؟ لا إله إلا الله، وهل يخفى القمر؟ طب بعد إذنك حاج فتحي. اتفضل. أنت عارف بقى إن هما بيقولوا إن سيادة المحافظ ما بيعرفش يعمل أي حاجة إلا باستشارتك. صح. قول الكلام ده لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها انت بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه. انا شخصيا هديها بالجزمه. والله وهجيب لك حقك لغايه عندك. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم. ازاي يعني؟ ازاي يعني ايه يا سيدي؟ اسمع اللي بقول لك عليه واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك. والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حق ازاي. يعني ايه حقيقة؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمة على دماغه. يا بدرية، ابوس دماغك انا لم الموضوع، هتروحي في حديد. ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدرية، المحضر لو مش رسمي يا بدرية، شايف الغواج اللي في ايدك دي؟ بدل الغواج دي هتلبس الكلبشات، وانا مش هعرف اعمل حاجة. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدرية، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل. انا قلت له ان انت هتبوس دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد مع نفس اللي في دماغي، وهو اللي يجي لي لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك بأمارة ايه يا بدرية؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طب لو قلت لك يا بدرية ان في مصلحة جامدة قوي مع المحافظ، واحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنا عشان يخلص لنا المصلحة، يبقى اقول لك ايه؟ اقول ماليش دعوة غير بكرامتي، انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلت لك ان المصلحة دي بملايين الملايين، وان هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عليه الشمس، يبقى اقول لك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحة الاول، واعرف مصلحتي في المصلحة عشان اشوف اذا كنت حبوس دماغه ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ ام. 6 7 8 سلام عليكم. اهلا يا مدام بدرية، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخوي. 9 كمان ده 10. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضالي لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غالية؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغالية جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده ابو 5 قراريط؟ هو ده 5 قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفة. ايه رأيك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش، مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم؟ هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. خلاص اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايم هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي هسوق فيها ولا ايه؟ جرايا يا راجل، انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ فضالي، نروح نحله بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام، بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا، ما تغلطش ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضالي؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. اهو هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يكون ضاع منك في الخناقه وانت بتعرف تمنه. احنا فيه ولا فيه دلوقتي يا فتحي؟ بس دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوت نمر باب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. نمر يا فندم. وده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو يا فين؟
مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في الاسم. خير يا حضره، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت، انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجامعه على طول. ها احمد حصني، اتفضل يا باشا. اتفضل يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول. ان شاء الله. دول بقى احلى تشكيله هدايا لعيد الام، وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. طيب الله يكرمك. الله 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 الله، حلو قوي. بصي بقى يا عاشي، انا مش هنقي واسيبك انت بالنقي يا باشا، ماشي؟ ومش هعدل عليكي في حاجه. اتفضلي علبه كمان اهي، اختاري اللي انت عايزاه، قدامك 2 كيلو ذهب بحالهم اهم. الله الله الله، بقينا نشتري الذهب بالكيلو يا هاشم. قولي وين الكيلو بقى بكام دلوقتي؟ الكيلو عامل 30,000. 30,000. ولازم يدفعوا كاش، ما ينفعش يعني نظام كده وقسط. الذهب ما فيهوش قسط. لا اله الا الله، اشمعنى الذهب يعني ما كله بالقسط؟ على راسه ريشه الذهب. اصل كل دقيقه بسعر، يعني ممكن بعد ساعه واحده يبقى فوق، ممكن بعد ساعه واحده يبقى تحت. ممكن. طيب واللي ما معهوش 30,000 مره واحده؟ ادفع اللي معاك احجز بيه، والباقي اخر النهار. موافق؟ ينفع 10. والباقي ايه؟ بعد صلاه المغرب. موافق، بس على شرط هنثبت السعر اللي اتفقنا عليه، يعني طلع بعد كده او نزل انا ماليش دعوه. موافق طبعا. نفسك انت دلوقتي كيلو الذهب ينزل؟ والله انت وحظك. حظي عسل، حظي لوز، الحمد لله رب العالمين. مبروك علينا. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا احمد؟ ده كيلو ذهب يا حاج. ما انا شايف انه ذهب. هتعمل بيه ايه ده يا احمد؟ ده هدايا لعيد الام. انت اتهبلت ولا ايه؟ هتهادي بكيلو ذهب؟ ايوه. وفي كمان لعبه كده عايز العبها يا حاج فتحي، ومش عارف هترسى على ايه. جرايه يا حاج احمد، هو الذهب بقى لعبه؟ هو في احلى من لعب الذهب؟ طب استنى وداري على شمعتك تقيد. تكونش عايزنا نشتغل في الدهب؟ تكونش عايز تفتح محل دهب؟ طبعا عايز يا حاج، بس عايز افتح محلات دهب، مش دلوقتي. ليه؟ كأنك انت ما اتعلمتش منه ولا حاجة؟ ما قلت لك خير البر عاجلهم، وإذا عزمت فتوكل على الله. احنا من بكرة الصبح ننزل نلف نلاقي أحلى محلات فيك يا مصر، نفتح ونشتغل ونكسب يا أحمد. اسمعني بس، اصبر عليا شوية، احنا عايزين نشتري وما نبيعش. جرالك ايه يا أحمد؟ هو في حد بيشتري وما يبيعش؟ حاج فتحي، ده انا اتعلمت الحكايه دي منك. فاكر لما كنا بنتكلم على المارك الالماني الحاج عبد الشكور؟ يا ابن الجنيه، انت عايز تلم الذهب اللي موجود كله في السوق وتسقعه عشان احنا نتحكم في سعر الذهب؟ ايوه الله يفتح عليك، احنا هنلم كسر الذهب ونعطش السوق ونفضل نلم نلم نلم، يعطش قوي نرويه بذهبنا. اديني بوسه، اديني بوسه. طب وما نتكل على الله يا حاج فتحي؟ يا حاج فتحي بتعمل ايه يا حاج فتحي؟ ها؟ عارف يا دي احمد، سفرية السعوديه دي فيها 7 فوائد، اهم فايده فيهم طبعا اللي احنا هنحج بيت الله الحرام. طبعا هيتبقى لنا في ذمه السفريه 6 فوائد، في منهم اللي هيتخطط له ويترسم له، وفي منهم اللي هنسيبه على بركة السفرية. بس احنا هنحتاج فلوس ومبلغ محترم، مبلغ كبير يعني. قد ايه بقى يا حاج المبلغ المحترم الكبير؟ مش اقل من 500,000 ريال سعودي. يا حاج عايزنا ندخل السعودية 500,000 ريال؟ يا جدع ان شاء الله تشليون، مش مشكلة انت تدخل فلوس، المشكلة لو خرجت فلوس. انت عايز تدخل فلوس تخرج بضاعة. دهب، دهب يا احمد يا اخويا يا حبيبي، الدهب في السعودية أرخص من هنا بكتير، شوف بقى. بس يا حاج إزاي هنخرج الدهب من السعودية وإزاي هندخله مصر؟ مالكش فيه، سيب الموضوع ده عليا أنا واطمن. يا حاج اطمن. ولو اتمسكنا وروحنا في أبو حديد اطمن. أحمد اصحى يا أحمد. يعني أحمد إيه يا حاج؟ اصحى
الدنيا مقلوبة في مصر. لا إله إلا الله. بيدي مشاعري. أنا معيار الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية. ونعلم كلنا أن سعينا المناضل البطل أنور السادات. استشهد الزعيم الذي تعلقت بحبه ملايين القلوب. استشهد بطل الحرب وبطل السلام. لقد امتالت الزعيم يد آثمة قادرة. وإن كنا قد فقدنا الزعيم والقائد، فإن عزاءنا أن الشعب المصري كله بملايينه في أرجاء البلاد، ريفها وحضرها، يقف اليوم يعتصره الحزن والألم. عارفه يا بدريه، كل ما بنيجي نحج ببقى مش عايزه امشي خالص. ده لولا ابويا وامي وام هاشم كنت فضلت هنا على طول. ايوه يا اختي، عشان تسيبي جوزك يدور على حل شعر. وانا عارفه منعه وانا هناك يعني. وهو ايه بقى، مش ناوي يطلق اللي فضل على ذمته دي؟ مش عارفه، انا ما بفتحش الموضوع ده معاه خالص. انت خايبه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا فتح الشنط دي كلها؟ هو احنا جبنا كل الحاجات دي؟ لا يا حاجه، ده انا والحاج فتحي نزلنا بس بضعنا يعني شويه بضاعه بزياده شويه. اه مظبوط كده. انت في الشنطه احنا في شنطتين من دول هناخدهم معانا الطياره. لا انا مش هقدر اشيل. الله، وانت حد يقدر يشيلك يا باشا؟ دول بيتجروا. وبعدين يا ستي خلي الشيل علينا والجر عليك. اتفضلوا بس عشان الحق الطياره. اتفضلوا. خلينا في الشنط. انا خايف. ما تخافش، طول ما الاثنين مش عارفين ايه اللي في الشنط ما تقلقش، حط في بطنك بطيخة صيف. انا خايف من التفتيش اللي في المطار. يا عم الجمارك ما بيفتشوش الحريم زينا، ما تقلقش. ربنا يستر يا حاج، ربنا يستر. ما تخافش. تخاف من ايه؟ وبعدين اقول لك يعني لو صدره الدهب صدروه، اهو ندفع الغرامه وكان الله بالسر عليم. يلا تعالى. بقول لك يا بدريه، خد سميحه وخد عربيه الشنطه دي وسبقونا، وانا واحمد هنروح السوق الحره، في ناس طالبين مننا حاجات ضروري قوي. طب ما نيجي معاكم، ولا انتوا عايزين تخلصوا منا وخلاص؟ لا اله الا الله، نخلص منكم ليه بس يا ست؟ الراجل مش عايز يتعبكم معانا في اللف والدوران على الحاجه. خلاص يا بدريه، طالما عايزين يريحونا خلينا نسبق احنا. ماشي، بس لما انتوه من بعض ابو دوروا انتوا بقى علينا. يا ست مش هتتوهي ولا حاجه، اول ما تخرجي هتلاقي محمد مستنيك، اقف استنينا معاه عشان نتاخر ان شاء الله. اتكل على الله. اتفضل. يلا يلا، خدوا بالكم من بعض. يلا يا اختي، كنا خرجنا احنا بالشنط، لو اتمسكوا بيها هيتبهدلوا. هما لو اتمسكوا احنا نعرف نتصرف، اما احنا لو اتمسكنا مين اللي هيتصرف لنا؟ وبعدين بقول لك ايه؟ اللي انا اقوله هو اللي يمشي، مش عايز كلام تاني. طب يا اخي اهدى، لا اله الا الله، الامر شورى بينكم. لا، الكلام ده في شرعك انت، في شرع انا مفيش شورى، اللي انا اقوله هو اللي يمشي. خلاص يا سيدي بطل نرفزه، وبتدور على ايه انت؟ بدور على اي واحده من البتاع ده اللي باخده تهديد. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من البتاع ده خالص، البتاع ده هيبوظ لك جهازك العصبي، انا دكتور وبقول لك. هو انا معايا، انا مش لاقي ولا واحده في جيبي. طب يا اخويا اديك هتخرج تلاقي السواق شايلهولك اول ما تخرج من المطار، مش مكلمه قايل له؟ الله، انت ايش عرفك؟ العصفوره اللي قالت. عصفوره ايه؟ انت بتتجسس عليا ولا ايه يا حاج؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اتجسس عليك بس؟ يلا يا جدع انت ما تكبرش الموضوع. استاذ احمد توفيق؟ ايوه. عايزينك معانا. عايزينك ايه؟ تعالى معانا انت تعرف. طب انتوا عايزين انا لوحدي؟ طيب اتفضل معانا. ساعدت بيه والله ما اعرف اي حاجه عن الموضوع ده خالص، وحياه ولادي ان شاء الله اعدمهم. اهدى يا دكتور، انا كاني بقولك ان انت اللي قتلت السادات. انا بسالك تعرف ايه عن خالد اسطنبولي وعبود الزنبق والناس بتوع التنظيم؟ يا فندم والله ما اعرف حاجه، انت بتكلمني عن ناس ما اعرفهاش خالص، لا شفتهم ولا عنده من قدامي ولا عنده ناحيتي حتى. انت مش برضه كنت في الجماعه الاسلاميه ايام الجامعه؟ يا فندم كنت وسبتها خلاص. سعادتك بتفكرني بحاجات قديمه جدا انا نسيتها. ولا فاكر ابراهيم أمير الجماعة بتاع الجامعة؟ لا أنا هكدب طبعاً. فاكر إبراهيم، فاكره كويس أوي أوي أوي، بس أنا بقالي كتير أوي ما شفتوش، برضه من أيام الجامعة. حضرتك بتفتكر حاجات غريبة أوي، بس اللي أفتكره عنه إن هو راح الكويت وبيشتغل مع حماة تقريباً. طب وعمر؟ مال عمر؟ عمر بيشتغل معايا يا فندم، راجل زي الفل ومعندوش أي حاجة. يعني مفيش حاجة كده ولا كده يا دكتور؟ لا 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 خالص، لا كده ولا كده ولا كده ولا أي حاجة خالص. كل اللي بيحصل ان الراجل بيروح يصلي في الجامع زي بقيه مخاليق ربنا، غير كده مفيش. طب وفلوسك يا دكتور؟ انا فلوسي يا فندم. انا من ساعه ما انت قلت لي انهم خدوا عمر وانا قلبي حاسس انهم هياخدوا احمد. وانت يعني يا محمد مش عارف تشغل دماغك؟ تليفوني يا اخي تتصل بينا تقول لنا ان عمر اتنيل على عينه واتمسك. يعني انا يا حاج اكلمكم وانتوا في الحجه اقول لكم ان عمر اتقبض عليه؟ وحتى لو كنت كلمتكم كان ايه اللي هيحصل يعني؟
قال له كان احمد ياخد باله يا محمد. يا جماعه يعني احنا لو قلنا له خد بالك يا احمد هياخد باله ومش هيجي؟ ما هو لازم يجي، ربنا يطمن عليه. بس هو احمد دايما مظلوم كده، دايما تاخد في الاقسام يا عنبه. كل ده من تحت راس الدقون والجماعات. ومالهم بس الدقون يابا؟ ناس بتوع ربنا، لا ليهم في قتل ولا في سرقه، كل اللي يعرفوه قال الله وقال الرسول. وهما سابوا عمر ولا لسه؟ لا طبعا لسه، لو كانوا سابوه كان اتكلم ولا اتصل. يا عم يسيبوه ما يسيبوهوش مش مشكله، المهم الوقت احمد اخويا. ها مفيش اخبار جديده؟ لا مفيش يا بدريه، ادعي له. طب تعالى يا فتحي عاوزاك. في ايه؟ بقولك عاوزاك. خير يا بدريه؟ في ايه؟ الدهب اللي في الشنطه ده كله. وانت فتحت الشنطه ليه؟ فتحت الشنطه ليه؟ طب ما الاحسن تقول لي ليه انت واخوك كنتوا حاطدوني في حديده انا وسميحه. طب خلاص خلاص يا بدريه، تعال نطلع شقتنا وانا فاهمك كل حاجه. يلا. والحساب المشترك اللي بينك وبين امجد سعيد فاتحينه ليه؟ عشان يهوي على بقيه فلوسكو؟ لا يا فندم ابدا، ده مضاربه في البورصه واستيراد، احنا بنشتغل بروحين يا فندم، بنتعاون شركه يعني. وفين اوراق الشركه دي؟ لا يا فندم احنا بالكلمه في ثقه بينا وحد الله بين اللي يخون التاني او يضحك عليه. والحساب ده ما بتمولوش منه بتوع التنظيم؟ لا يا فندم حساباتنا موجوده كلها، كل قرش كل مليم كل جنيه معروف راح فين وجا منين، كله مثبت في الاوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم انا هستاذن بس حضرتك ادخل اصحيهم واجي على طول. بس لازم ادخل معاك وانت بتصحيهم، مش هينفع اسيبك تدخل تصحيهم لوحدك. ازاي سعادتك يعني هتيجي معايا وانا بصحي امي وانا بصحي مراتي؟ يبقى تزعق وتصحيهم من هنا وانت واقف جنبي. يابا يا حاج يا امي يا ام هاشم. اتفضل يا فندم. يا امل يا امل. ايوه اصطري نفسك لو سمحت، اصطري نفسك معلش لما اغلط على فجأة كده. اتفضل اتفضل سعادتك، شوفوا وفتشوا زي ما انتوا عايزين. ايه يا احمد فهمني انت عملت ايه؟ عملتش حاجة يا امل، دي عملية احترازية بس عشان يتأكدوا ان انا ماليش علاقة باغتيال السادات. اغتيال السادات؟ رغم لها لو النبت الله يكرمك مش وقته خالص. ممكن بعد اذن حضرتك اروح اجيب لها شوية مية؟ مش هينفع تغيب عن هاني ثانية واحدة، سيبها قاعدة هنا وتعالى معايا على المطبخ. انا مشيني من هنا مشيني من هنا مش قادره، انا حاسه اني هرجع. ترجعي وهتكوني حامل. السلام عليكم. ايه ده في ايه يا احمد؟ لا مفيش حاجه، دول جايين يشربوا شاي معايا. شاي ايه؟ يا ريت تصحي لنا الناس اللي في البيت كلهم وانت واقف هنا معانا. ازاي صحيهم سيادتك وانا واقف هنا معاك؟ يا سيدي زعق اعمل اي حاجه، المهم البيت لازم يتفتش يا ابني. طب افهم فيها يا سعاده الباشا. مفيش حاجه مفيش حاجه والله، بس هي اجراءات احترازيه عشان اغتيال السادات. ايه؟ اغتيال ايه؟ السادات؟ سادات ايه واغتيال ايه؟ يا بنت انا عمري ما مسكت السكينه يا سعاده البيت. دول موتوه برشاشات يا سعاده البيت. اهدى اهدى مش كده يا عمجد. اهدى ازاي يا احمد؟ هذا ازاي؟ ده الحسن انها عامل طولي. يعني بقى يا حاج امجد امسك نفسك، مش معقول كده يا راجل. امسك نفسي ازاي يا حاج؟ انا مش عارف انا بقالي كام يوم هنا، انا ما بقتش عارف الليل من النهار يا راجل. هانت يا حاج الله هانت يا اخي، احنا ما عملناش حاجه يعني هنخرج هنخرج. والمليون و800 الف جنيه دول اللي مش لاقيين ورقهم فين؟ مش هيسيبونا يا اخويا الا لما يعرفوا هما فين، والمصيبه ان احنا نفسنا ما نعرفش هما فين. غلطه يا حاج غلطه والله العظيم غلطه، وبكره تقول احمد قال. 2 مليون جنيه دول يعني 6 اصفار قدامهم، الست اصفار دول لو شلت منهم صفر يبقوا 200 الف، يبقى كده اللي فاضل فعلا وناقص مليون و800 الف اللي انت بتتكلم عليهم واللي هم مش لاقيين ورقهم ومش هيلاقوه ابدا الا اذا الصفر السادس ده رجع. غلطه يا حاج صدقني. ولو ما اكتشفوهاش وكلامك طلع غلط يبقى احنا مولنا التنظيم ببليون و800، ده معناه ان احنا شاركنا في اغتيال الرئيس، يعني فيها على الاقل تأبيده. اعوذ بالله اعوذ بالله يا اخي، فال الله ولا فالك، اهمل بقى. ارحمني يا رب ارحمني، ده بدل ما تقولي الحمد لله على سلامه اخوك. ما قلت 100 الف مره الحمد لله على سلامته، واستنيته وما فتحتش بقي لحد ما رجع بيه. بس خلاص دلوقتي بقى لازم اعرف وديته الذهب فين. شايلينه يا بدريه، شايلينه في المكان اللي بنشيل فيه الذهب، ومش هقول لك فين لاني متوضي وحالف على المصحف الشريف اللي محد يعرف مكان الذهب ده غير انا واخواتي. طب وحقي فين في الذهب يا فتحي؟ هو مش الذهب ده اللي هربناه انا ومرات اخوك واحنا نايمين على ودانا وانتوا واكلين على قفانا؟ قصر حقك يا بدريه، مالكيش حق. عايزه ايه تاني؟ ما كفايه النسبه اللي انت واخداها في الارض، عايزه ايه تاني؟ ويكون في علمك الذهب ده بتاعنا واخواتي وبس. ما
تقلقش يا فتحي على راحتك، بس خليك فاكر ان انت اللي ابتديت والبادي اظلم. ربنا عالم مشاهد ان عمري ما ظلمتك يا حاجة بدرية. يعني انت حتى مش هتقولي هتفضلوا شايلين الذهب ده لحد امتى؟ معرفش، احنا اتفقنا نشيله بس لحد امتى بقى معرفش. عايز حاجة تانية يا بدرية؟ صفر صفر يابا، يعمل فيها ده كله؟ لا اله الا الله، ده ملوش لازمة. امال لو واحد ولا اتنين؟ ملوش لازمة ازاي بس يا دكتور؟ ايه؟ وده انت كلك مفهومية. الصفر ده يخلي المئة ألف مليون مليون، والآخر تقول لي ملوش لازمة. الحمد لله انها جت على كده، ده احنا كنا مفهومين عليك بالعياط انا وام هاشم. تسلم يا حبيبي. الله، امال فين صاحب بنت هاشم؟ نايمة جوه. بقول لك ايه يا احمد، وحياة غلاوتك وغلاوتي عندك، ما تقول لهاش يا هاشم تاني. يا سلام، يعني هو لما هيقول لها يا هاشم هتنقلب ولد؟ دي بنت وزي القمر، ربنا يخليها لك يا ابني. برضو يا توفيق ما يقول لهاش يا هاشم. او النبي يا احمد بلاش تقول لها يا هاشم. عيني، مش هقول لها يا هاشم، هقول لها يا ام هاشم. بس انت قول لك يا ايه؟ يا ام هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اتفضل. يزيد فضلك يا اخويا، الله يستر اصلك. يا ريت لو ممكن يعني شوية شاي صغيرين كده. سكرك يا حاج. مظبوط يا ممدوح، اتنين شاي لو سمحت. حاضر. تأمرني يا حاج. الأمر لله، بس نتعرف الأول. اسم الكريم إيه إن شاء الله؟ جورج. جورج، حلو حلو اسم جورج، عشت الاسامي. بص يا جورج يا اخويا، انا هجيب لك من الاخر كده، انا عايز اشتري المحل. المحل المحل ولا الذهب اللي في المحل؟ الله ينور عليك، الذهب اللي في المحل. كله 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 ان شاء الله. ها، هتبيع لي الكيلو بكام بقى؟ بسعره يا حاج. بايه؟ بسعره. لا حلوة حلوة النكتة دي. جرى ايه يا جورج يا اخويا؟ ده انت كلك مفهومية. بقول لك هاخد الذهب اللي في المحل كله، تقول لي بسعره؟ لا لا لا، انا هقصر عليك الطريق واقول لك على الخلاصة. انا هاخد منك الجرام اقل من سعره في السوق ب30 قرش. ما هو لا ما هو ولا بيه، وهدفع لك الفلوس كلها دلوقتي حالا كاش. بالمفهومية كده، شغل دماغك يا سي جورج وركز معايا. اللي هتفضل تبيع فيه 3-4 اشهر انا هاخده كله وادفع فلوسه كلها في التو واللحظه. معلش بقى، ما تاخذنيش يا سي جورج يا اخويا، لو انت ما وافقتش هخطف رجلي على المحل اللي قصادك، اقعد اشرب الشاي بتاعي هناك واخد كل الذهب اللي انا عايزه وبالسعر اللي انا عايزه. ايه رايك بقى؟ سكر ولا سكر؟ طب نفترض إن صاحب المحل مرضاش يبيع لك الذهب بالسعر اللي انت عايزه. افترض براحتك، وانا برضو هتصرف براحتي. ولا ايه يا اخويا؟ ولا راجل ربك ولا هيكون؟ هات انا هات. بس انا متهيألي يعني يا جورج، ان صاحب المحل لما هيشوف الفلوس دي قدامه متهيألي كده انه هيوافق على طول ان شاء الله. لا لا يا حاج، انا موافق. اديني دقيقة واحدة. ايه دقيقة واحدة هتعمل ايه؟ هقفل باب المحل وارجع لك. كده اقفل يا اخويا، اقفل. ما فتحت خلاص كده. الله ينور عليك. عد الفلوس انت بقى. تمام. وانا عاوز الذهب مع مصطفى. اوزن ورقه ورقه وبعدين جمع في الاخر. تنساش بقى ايه تياخد مصطفى. عيب تقول الكلام ده، رجالتنا. الله يكرمك. يلا لينا بسرعه. عفارم عليك يا حاج، عفارم عليك والله العظيم ما يجيبها الا رجالها. بس شيرين الفرق ده انا اللي هاخده. انا بقول لكم اهو، انتوا اتفقتوا معايا ان اشتري الجرام اقل من سعره بربع جنيه، انا اشتريته اقل من سعره ب30 قرش، يبقى الفرق ده من حقي. حقك والله العظيم حقك يا سلام يا سلام، حقك طبعا. بس بقول لك يابا، ما تسيبك مشتري من البريزه ده، الله يكرمك، ما تبصش تحت رجليك، خلينا نشوف شغلنا بقى. وحتامك لا هو ده شغلنا. لا يا حاج مش هو ده شغلنا، اهم حاجه ان احنا كسبنا 30 قرش في الجرام. بالظبط كده يا حاج، يعني احنا ممكن لو بعنا دلوقتي في كل جرام نكسب 30، بس لا احنا مش هنبيع، احنا هنشتري وهنشتري وهنشتري لحد اخر الشهر. يعني يابا هنقعد نكسب طول الشهر من غير ما نبيع جرام ذهب واحد؟ ايوه، بس افرضوا يعني ان سعر الذهب نزل. طب ما ينزل. الله،
ذهبنا برضه هيفضل عندنا ونستنى لحد ما هوب يروح طالع تاني. يا حاج طول ما احنا معانا سيوله وشغلنا مش متعطل احنا في الاخر كسبانين. وبعدين اطمن يابا، عمر سعر الذهب ما ينزل ابدا، بالعكس طول ما احنا بنشتري هيشح من السوق والسعر هيبقى في العالي. ساعتها بقى نفتح باب المغاره ونطلع الذهب والياقوت والمرجان ونعمل في الوقت ده يابا السعر اللي احنا عايزينه، سعر الريان، ونقدر ساعتها نفرض السعر الاعلى مش الاقل زي ما انت كنت بتقول يا حاج فتحي. ماشي يا حاج احمد يا ابو دماغ الماظ. ايوه بس احنا كده هنبقى عايزين يجي 20 محل عشان نحط فيهم الذهب ده كله. بالصلاه على النبي احنا عندنا بدل المحل اكتر من 20 محل يا حاج. طب وانا هعرف منين؟ ما هو محدش قال لي. هو انا بعرف عنكم حاجه يا اولاد توفيق غير اللي انتوا عايزين تقولهولي؟ بس بقى هو بيني وبينك يعني يابا، مهما كان عندنا محلات مالهمش قيمه، لازم محل في الساله، السوق الرسمي للذهب في مصر. من الناحيه دي ما تقلقش خالص يا سي الدكتور، الولا جورج بقى صاحبي وحبيبي، هينزل يعس معايا في الصاغه كلها لحد ما نلاقي المحل اللي يليق بينا. صحيح على فكره يا حاج، انت كمان هيبقى عندك محل ذهب احسن من بتاع جورج. محل ذهب ليا انا لوحدي؟ انت بتتكلم جد يا حاج فتحي؟ طبعا يا حاج. في الصاغه؟ لا في المصنع. انت بتتريق عليا يا رحمك؟ لا والله يابا، المحل بدل ما هو مقفول كده نفتحه محل دهب على مستوى حاجه تليق بيك وبينا. اهو كلها جواهر يابا. الله الله عليك يا ولاد توفيق، اهو كده الشغل بصحيح. عشان ارجع الحته تاني، توفيق الريان الجواهرجي. يا رب يا رب. نتكلم بقى في المفيد، مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجه على اللي احنا بنرتبه واللي احنا بنعمله. ولا هتطمن؟ ولا هتطمن، يا دوبك على قدنا كده وحبشي جوز اختنا. مش عايز كلام بقى قدام لا خدامين ولا سكرتارية ولا موظفين ولا سواقين. يعني بالمختصر المفيد داري على شمعتك تقيل. الله فين البشام بتاعك؟ يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعته؟ فين البشام بتاعك؟ في البرشام بتاعي يا بدرية؟ ما قلت لك معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني ايه؟ انا عينه في الدرج قبل ما اكل الصبح. راح فين؟ راح فين؟ يا راجل بابا اتكلم يا راجل، انت ما بقتش تعرف تصل طولك من غيره. وانت مالي عليك اصل طولي ولا ما تصلش طولي؟ بتخافي عليا قوي. انت اللي خدت البرشام يا بدرية، انت مخبياه، انت مخبياه البرشام يا بدرية. موت كيس صوتك. الحين حنسحب نعرفه لمين بقى مدمن. مدمن مدمن. انا دلوقتي الفجر، هات البرشام. وانت القطعة بتاعتك اما تشوف اخرتها مع الزفت ده ايه؟ هاي انت نمت ولا ايه؟ الشاي. اهلا 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 اهلا. هو انت مش عايز تقولي حاجة؟ لا انا عايز اقول حاجات كتير. هو في حاجة معينة يعني لازم أقولها؟ لا خالص يعني أي حاجة. يا ما أنا ما بحبش السؤال ده خالص. بس أنا بقى بحب أسأله كتير على فكرة، عشان لو مخبي علي حاجة أفكرك تقولها لي. أنا فاكر كويس قوي إن أنا مش مخبي عليك حاجة، ولو ظهر لك حاجة بعد كده ابقى اعملي اللي أنت عايزاه. ماشي هصدقك. طب انا بقى لي عندي حاجه عايزه اقولها لك. ايوه كده، انا قلت الواحد كل وتقل. قولي. حبيبي عايزه ارجع الجامعه، ما هو ما ينفعش يبقى معايا دكتوراه واقعد هنا كده في البيت. اقنعتيني في لحظه تصوري. صح، انت لازم فعلا ترجعي. يعني البنت بقى اللي عندنا دي ان شاء الله هتروح معاكي الجامعه ولا تيجي معايا؟ لا انا عندي فكره، انت تروحي الجامعة وانا اقعد من الشغل واقعد بالبيت. لا يا روحي، لا كده ولا كده ولا كده، هنجيب شغالة. اهو بصي اهو. نعم انا بنتي ما تربيهاش شغالة. مين قالك بس يا حياتي اني بنتك هتربيها شغالة؟ بنتك ما فيش حد هيربيها غيري انا. الشغالة دي بس في الفترة اللي هبقى فيها في الجامعة، وبعدين انا مش هجيب شغالة زي اللي انت عارفهم دول، انا هجيب شغالة من الفلبين. مش غالب ليه من الفلبيني؟ من الفلبين؟ جرالك يا بدرية؟
هتحط احمر واخضر قبل ما تنامي كمان. انا مش احمر واخضر يا ابو العريف. امال ايه؟ حق مرهم؟ لا يا حبيبي، ده كريم، كريم بيطري الوش، جايبه لي مدام تهاني من امريكا. مدام تهاني مرات جناب المحافظ؟ امال ايه؟ وش معنى من امريكا يعني؟ ما في منه في الجيزه. لا طبعا مش ده، ده ما فيش منه الا في بلاد بره، ده بتاع الناس العلاوي قوي، بيحطوه على وشهم عشان وشهم ما يكرمش ولا يبان عليهم العجز. وانت وشك في ايه؟ ده انت زي القمر، ده انت ولا تكوني بنت بنوت. وماله؟ ما فيهاش حاجه لما اهتم ببشرتي وجمالي وصحتي. الدور والباقي عليك انت، اللي هتدمر صحتك بالبرشام اللي بتتعطاه ده. لا والنبي يا بدريه، وحياه ابوكي ما تعكنينيني، وقفلي على موضوع البرشام ده خالص. والله انا حاسه ان ما في حاجه هتضيعك ولا تضيع فلوسك الا الهباب ده. انا بالصلاه على النبي لو اشتريت مصنعين برشام وشربتهم ولا ياثروا في فلوسي. وبعدين بيني وبينك انا باخد البرشام ده عشان اركز واصحصح واشوف المصلحه رايحه فين. براحتك يا اخويا، خليك كده راكب دماغك لحد ما تلبس بيها في حيطه. يا ساتر يا رب، ده انت بتحب الغم قد عينيكي. يا الله يا الله. توفيق كيفا؟ اصحى يا واد، ابوك جه قلق. يا محمد حرام عليك، سيب الواد نايم. يصحى يقعد معايا شويه بعد كده ينام. يقعد معاك فين بس؟ ده لو صحي مش هيعرف ينام تاني، وهيصحى لي بكره مقرف. اصحى يا تيفا. يلا يا حبيبي، ربنا يهديك، قوم معايا. يلا يلا يا نعمه، ما نلحقش اقعد معاه خالص يا نعمه، والصبح بنزل على طول. يا سيدي يبقى خد اجازه والعب معاه براحتك. اجازه؟ اسمع من بقك ربنا، ده احنا ما عندناش وقت نهرش حتى. على فكره اخويا صالح كان عندي النهارده عايز يبيع المحل بتاعه ويديك الفلوس تشغله. طب ولما يبيع المحل بتاعه يشتغل ايه؟ سالته نفس السؤال، قال لي بدل هيجي لي فلوس كل شهر ايه اللي يخليني اشتغل. والله العظيم اخوك ده رايق. ماشي يا ستي، خليه يبيع المحل ويخلص وفي اي وقت اجيب الفلوس. بس هو كان نفسه في فايده كبيره شويه. يا سلام، خلاص احنا في العادي بندي فايده 30%، عشان خاطر القمر هخليهم 35، بس اوعى تخليه يجيب سيره لحد عشان يفتح علينا فتح. حاضر، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب. طب يلا بقى قومي صحي الواد يمكن يصحى معاك. يلا يا نعمه قوم. وكل امهات الكتب الاسلاميه، البخاري وتفسير القرطبي وابن كثير. ان شاء الله باذن الله حاجة، وكتب كتير ناويين نطبعها في هذا المجال. اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، مصلحه الكتب دي مش شغلتي انا، كل اللي يهمني مجلس اداره الشركه، عايز فيها اسامي تخط، عايز اسامي تعمل تقل للدار، يعني الناس اللي بتشتري الكتب دي لا مؤاخذه تشتري كده على السمع غمضي. انا اقترحت كام اسم من اساتذه الازهر الشريف وكم اسم من اساتذه دار العلوم، وهم قدامك يا حاج فتحي، اختار منهم اللي انت عايزه. اللهم صل على النبي، الله يبارك فيك يا شيخ عمر. ها بص معايا يا احمد. الله الله، بص بقى يا سيدي، انا اللي يهمني في الاسامي دي كلها الدكتور عبد الغفور ياسين. ايوه يا حاج فتحي، بس ده مش افضل الاسماء، في ناس اكتر منه بكتير تفوقه. ازاي الكلام ده يا شيخ عمر؟ ده الدكتور عبد الغفور ياسين ده الخطيب بتاع جامع عمرو بن العاص، حبايبه ومريدينه كتير، وبعدين هو الوحيد المكتوب في الاسامي دي وطلع عضو مجلس شورى. لا انت تجيبولي من تحت الارض، ده ضروري يبقى عضو مجلس اداره. يا حاج فتحي ده مشاغله كتير واحنا هنتعب عشان نتفق معاه. يا سبحان الله، وبدل هنتعب كاتب لي اسمي في الكشف ليه؟ معلش. وبعدين ما نتعب يا اخي، انت فاكر الشغل بالسهل؟ خلاص يا حاج الله يبارك لك، اهدى شويه. ده فاكر الشغل بالسهل يا احمد؟ خلاص يا حاج خلاص، اهدى انت بقى لو سمحت، اعتبر الموضوع منتهي يا سيدي، لو عايزه من بكره يشتغل رئيس مجلس اداره. لا مفيش اي حد يبقى رئيس مجلس الاداره في شركه من شركاتنا غير انا او انت او محمد اخوك، الكلام ده واضح للجميع. الحاج احمد الريان رئيس مجلس اداره شركه الريان للتراث يا دكتور. اكرمك الله، اكرمك الله يا مولانا العفو، يعني دي مجرد رئاسه شرفيه كده يا دكتور، انما في الحقيقه الرئاسه الحقيقيه لاعضاء مجلس الاداره. اهلا بيك يا حاج احمد. الحاج احمد الريان عايز يتبارك بوجود حضرتك في عضويه مجلس اداره الشركه يا دكتور. والله يا فندم هي امنيه، ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه بامر الله تعالى. انا اصلي في الحقيقه يا مولانا بصبو ان شاء الله ان الدار تكون أكبر دار في الشرق الأوسط. أنا ما أقدرش أرفض طلب لفضيلة الشيخ العشماوي، اللي يشوفه فضيلته يكون بعون الله. بارك الله فيك يا دكتور. الله 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 الله، دي نفحات من عند ربنا. عيد نبي
يلا يا بدريه الساعه بقت واحده يا اختي. واحده وشايله عايز اتهربي. يلا يا حبيبتي مش عاوزين مشاكل. اتفضلي روح قول لهم يجيبوا العربيه. هو السواق بتاعك بره؟ سواق يا اهبل. هجيب سواق معايا هنا عشان يروح يقول لفتحي واخواتي انا بروح فين. نفسي طب انت جايب اي عربيه؟ الجديده طبعا. لازم تزوغي من مدام سهام، لو حست بيك مش هتسيبك. ما تخافش عليا انا هدفع الحساب قبل ما امشي. ست بدريه انا بحسبك نايمه فوق. هو انت كنت عندنا؟ ايوه. ومين فوق تاني؟ مفيش غير فتحي وكله مشي. طب يبقى سلم على مديح. تصبح على خير يا اخويا. وانت من الاهله قصدك ايه منك ليه؟ هتكون راحت فين يعني؟ اكيد راحت عند امها. وبعدين ما حدش اتدخل في شؤون بيت. انا عمري ما سالتكم حريمكم بتروحوا فين وبتيجي منين؟ يا حاج حريمنا بيرجعوا بيتهم الساعه 8 ده اذا خرجوا اصلا. جريه يا احمد جريه. وهنعمة ما بتاخرش بالليل. وجميله اللي كانت سهرانه في الحفله بتاعت البال. جرى لك ايه؟ ايوه بس ما بيرجعوش الساعه 3 نص الليل يا حاج. وانت مال اهلك؟ بقول لك كانت عند امها يعني كانت عند امها. ما هو ما حدش قال حاجه يا حاج. بس احنا الحته كلها عارفانا مش عايزين يبقى شكلنا يبقى وحش. يعني ايه شكلنا يبقى وحش؟ وفي ايه؟ في ايه؟ يا حاج بالراحه صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. مفيش اي مشكله لو راجع مع حضرتك او راجع مع ابنها او حتى يا اخي راجع مع السواق. انما المشكله في انها بترجع لوحدها. يا دي راجعه لوحدها. بقول لك كانت عند امها. يا حاج فتحي. يا جماعه من فضلكم استهدوا بالله ما تشدوش مع بعض كده. لا 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 احنا ما بنشدش يا حبش. ما بنشدش مع بعض. احنا بس بنصحصح بعض بنوعي بعض. المؤمن مرآته لأخيه. بالظبط كده. يعني يا حاج ما انتش هتلاقي ابدا حد يحبك ولا يخاف عليك وعلى اهل بيتك زينا. اكتب انت يا ابو دراع ونص. صحيح كل ساعات جبار. يوباه قلت لك كنت عند امي واختي. مش مصدق روح اسالهم. وانا لسه هسال. ما انا عارف اللي كنت عند امك واختك. بس لحد الساعه كام؟ اسمعي من هنا ورايح موعدك في الصيف لغايه الساعه 11 في الشتاء 10 مساء. انت فاهمه؟ حاضر يا فتحي حاضر. ما تجيب لي يا اخويا سلكم دي في حضور وانصراف. يا فتحي احنا مش صغيرين عشان اخواتك يتحكموا فينا ويجي واحد زي حبشي ويقول لك تمشي بيتك ومراتك ازاي. مش هم الغلطانين. انا الغلطان. انا اللي سبتلك السايب في السايب لغايه ما ركبت فوق كتافي ودلدلتي. بس لا لا من هنا ورايح على كلمتي اللي هتمشي. ما بقاش راجل من ضهر راجل. ان ما مشيت كلامي في بيتي عليك وعلى البيت. راجل يا اخويا راجل وسيد الرجاله كمان. حاضر يا فتحي لو مش عايز انزل البيت مش هنزل. هفضل قاعده وما اشوفش مصالحي. بس مش البيت ده. يعني ايه مش البيت ده؟ ومن اي بيت؟ اي بيت. نعزل يا فتحي نعزل عشان اخواتك ما يخربوش علينا. والا قسما بالله لا همشي ومش هتعرف في طريق جره. يعني ايه تطفشي وتسيبيني؟ عايزه تفضحيني؟ ده انا اقتلك علي الطلاب التلاته. اقتلك يا بدريه. اقتلني يا فتحي اقتلني عشان اموت وتروح انت في داهيه والعيله يهتموا واخواتك يرتاحوا. اتجوزني عشان اخواتك يعيشوا مبسوطين. وانا كده انت عمرك ما حبيتني. دايما بباقي اخواتك عليا انا وعيالك. انا يا بدريه انا ما بحبكيش. ده انا بحبك قوي. ده انا بحب العيال قوي. انت مش فاهماني. لو بتحبنا يا فتحي يبقى لازم نمشي من هنا. وبعدين ايه يا اخويا الشقه دي؟ ده انت فتحي الريان. الحاج فتحي الريان. عارف يعني ايه فتحي الريان؟ يعني مش تبقى عايش في شقة. لا تبقى عايش في فيلا. تبقى عايش في قصر أجدعها واحد فيك يا مصر ما قعدش فيه. أحب على إيديك يا حبيبتي. أحب على رجلك. بس بقى يا بت أنا مش عايزة حاجة من دنيتي غير رضاك عليا. طب لو رجعتي وعملت كده تاني ساعتها يا أخويا ليك حق تطلقني وترميني في الشارع بعيد عن عزك وعزوتك. ولا تطلقني ليه؟ أنا لو عملت كده تاني هولع في نفسي بجاز قبل ما تطلقني. صح ساعتها يحق لك تولعي في نفسك. طب والصوت العالي يا ست منيره؟ انحاش يا سبعي هو برضو في صوت يعلى عن صوتك يا سيد الناس. الواد صلاح ابني يجي يتربى هنا وسط اخواته واولاده. ماشي يلا قولي. حاضر يا سيد الرجال. ايه
رايحة فين بس يا حاج؟ سيبيني يا سميح، الله لا يسيئك، سيبيني، محدش له دعوة بيا. تروحي فين بس يا ماما؟ هطلع اجيب اللي ما تتسمى دي من شعرها وامسح بيها بلاط الشقة والعمارة كلها. بقى بنت بتاع الانابيب تعمل فيكي ده كله؟ ما هي عدمت الرباية. إذا كانت ربايتها سمحت لها إنها تيجي تكشف وشها هنا وتجيله لحد البيت عشان تركع له، يبقى ما تستاهلش إنك تعبريها أصلا. ما هو كله من توفيق. الراجل اللي خاب على كابا. ما تقوليش كده بس يا حاجة. طب هي عايزة منه إيه تاني؟ جاية وزحفة وراه ليه تاني؟ مش أبو ابنها برضو؟ يعني إيه يا سميح؟ هي جابت له الواد عشان يبقى تقلة في رقبتنا كلنا؟ مش معنى دلوقتي افتكرت إنه أبو ابنها؟ ولا عشان بقى جواهرجي؟ أستغفر الله العظيم، يا ما إحنا مش ناقصين. لو مش ناقصين يا حبيبي محدش ليه دعوة بي، يا تبعدوا عني يا شوف حتة تانية أقعد فيها. إيه الكلام اللي بتقوليه ده ياما؟ يعني ايه ياما؟ احنا مش فاضيين للسكه دي، لو دخلنا فيها هتاخد وقتنا كله، والله هتاخدنا من شغلنا، واحنا نفسنا ننزل نلاقي في السوق وقت نشتريه. ابويا ياما دلوقتي محتاج كل تركيزه، ده بيشتغل في الذهب. ايوه خدني في دوكه يا اخويا، هو ايه اللي طمعها غير الذهب؟ خلاص ياما طمعت وخدت اللي طمعت فيه، بقت امر واقع، هنعمل ايه؟ ام ابنه وهترجع له تاني. مسكتنا على الامر الواقع ده، بكره يجيبها تعيش معايا في شقه واحده، ما هو بيجح. يا اما انت غيرانة ولا ايه؟ رئيس مش هيحصل. ازاي يعني يا اما يجيبها وانت ملكة هنا؟ ما ينفعش، هو كبيره يعني، يوم ما يحصل يعني، لما يعوز يروح لها يروح لها وخلاص، ايه المشكلة؟ كل اللي ليها عندنا الشقة، وده احنا رميناها لها وخلاص. اللهم صل على النبي. معقول يا ست لوى؟ تعالى لي بسرعه بسرعه، وحياه ابوك ده لو اسمي ده بحقه حقيقي يا توبه مصلحه عالي. تحت امرك يا حاج فتحي. بامر الله. ايه الملف ده؟ مال الملف يا فندم؟ يعني الاسم الموجود ده تشابه اسماء ولا بحقه حقيقي؟ لا بحقه حقيقي، ما ماجد يبقى ابن سيادة وزير الداخلية السابق فهمي خليل، والشهادة لله يا حاج راجل هيتخدم، أنا خدمت معاه مدة كبيرة، وبصراحة أنا كنت منتظر فرصة مناسبة إني أرد له بعض من جمايله عليا، وعلى رأي المثل يدي لابني التمرة تنزل حلاوتها في حنك، وطلبت منه الملف اللي قدامك ده يا حاج. إيه يا أحمد حبيبي؟ تعال لي بسرعة. أرجو إن ما كنتش تقلت على حضرتك يا حاج. لا أبداً، ده أنا مبسوط منك قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقعد يا الله وبركاته. اتفضل انت يا باشا، اتفضل يا حجيجه. الناس ده عدى عليك؟ وريني ايه بقى؟ ايه في ايه مال ابن سياده وزير الداخليه؟ وزير الداخليه السابق عدى. كلهم سلسال واحد يا حاج. طب واللي زي ده هنشغله ايه عندنا؟ لا عشان خاطري نشغله اي حاجه. يا عم انا موافق، بس هنشغله ايه؟ هنكتب على المكتب بتاعه مدير ايه؟ اي حاجه يا حاج، اي حاجه، احنا نشغله كل الشغلانات اللي عندنا، والشغلانه اللي ينفق فيها تبقى هي دي شغلانته يا حاج. ده ابن وزير الداخليه السابق اللي مش عاجبك ده؟ انا قلت مش عاجبني؟ لا يعني لا يكون مش عاجبك، ده عنده شنه ورنه وزيطه وزفه وحرس سلاح ورئاسه الجمهوريه كمان. سبحان المعز المذل، كل ده راح. اللي يعرفه عند اهاليز وزارته لسه ما راحش، واللي كمان لسه ما راحش الناس بتوعه اللي بيدينوا دي بالولاء. يا خساره، لو لسه هو في منصبه كان خدمنا اكتر. لا يا حقيقة دلوقتي يخدمنا اكتر، احنا شغلنا ما ينفعش في عز الظهر، شغلنا لازم يتعمل في الظل، والراجل دلوقتي ما بقاش في النور بقى في الظل، يعني ممكن يعمل اي حاجة وهو ما بيشتغلش اي حاجة، يبقى هو في الظل. وابنه ده اسمه ايه؟ ماجد باشا. ماجد باشا في النور. طب فكر معايا يا احمد، هنعينه في ايه ده؟ ما هو هنا مكتوب ان هو كان شغال في وزارة الزراعة، نشغله عندنا في الزراعة. لا 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 لا، ده ينفعني اكتر في العيادات العامة. اشمعنى؟ عشان لو حبينا نوصل لابوه حاجة يبقى عن طريق الواد ده، ونشغله في العلاقات العامة كمان. ولا ايه رأيك؟ نخليه هو يختار الشغلانة اللي هو عايزها. لا استناني يا حجيجة، انت عايز تخلي مين يختار؟ الواد ولا ابوه؟ ابوه طبعا يا ابني. يا مفتري يا مفتري، عايز تشغل عندك وزير داخلية سابق؟ اشغله واشغل اللي خلفوه كمان، بس هنشغله ايه؟ والله يعني وزير داخلية يشتغل
اشتغل مكانك. انت اتجنيت يا احمد؟ عايزه يشتغل رئيس المجموعه كلها؟ والله انا لو مكانه النهارده بقل من كده. لا يا عم بلاها المصلحه دي، بس عايزين نشوف له صرفه يا احمد. فكر كده وشغل دماغك الذريه دي. طب بص يا حكايه، انت ممكن تشغله من غير ما تشغله. يا ساتر عليك، بقول لك ايه، انا ما بحبش الفوازير، عايز تشغله ايه قول لي. طيب من غير ما تزعق ابوس ايدك، هقول لك ازاي وتشغله ايه كمان. دول 1200 نجف يا فندم. تمام جدا، شوفوا لنا بقى الرسوم والجمارك بتاعتهم ايه، الله يكرمك عشان ندفعهم. انا مش عايز يبقى عليا جنيه سحتوت واحد. الله يكرمك، خدوا حق الدوله وادوني حقي. الله يبارك لك، دي امانه ولا ايه؟ اكيد يا حاج. من الناحيه دي تقلقش يا حاج، انا هشف عليهم بنفسي لغايه ما تحملوا في العربيات. بس البضاعه دي مش باسم شركه الريان يا فندم. ايوه يا فندم تمام، هي باسم ماجد رمسيس. احنا معانا تفويض في الحقيقه بانهاء كافه الاجراءات الجمركيه والرسوم وكل حاجه، وبعد كده هنخزن البضاعه عندنا لحد ما يجي يستلمها بالسلامه. امانه. ماشي يا حاج، اصل انا استغربت لانه مسيحي. لا يا فندم، كلنا اخوه في الله سبحانه وتعالى، وبعدين التجاره ملهاش مله، ملهاش دين في الحقيقه. المهم في التاجر حسن المعامله وحسن الخلق. بارك الله فيك يا حاج، كله تمام؟ كله تمام يا فندم. طيب شوف شغلك، عايز البضاعه دي تكون بره في اقل من 3 ساعات. اقل من ساعتين بس يا فندم. الله الله اكبر، قول ان شاء الله يا سيدي، قول ان شاء الله، لا تقل اني فاعل هذا الا ان يشاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اعمل حسابك منك ليه؟ مفيش مروح النهارده غير لما نفضي النجف ده من الذهب كله. ايوه بس ده شغل 3 ايام يا عم فتحي. الله، احنا ورانا ايه يعني؟ اهم حاجه السبيكه اللي تخرج تروح على شنطه العربيه على طول. لا، خلينا نلمهم كلهم هنا مره واحده ونلمهم في الاخر عشان نعدهم. طب ليه يا جماعه ما جبناش حد يشتغل معانا الشغلانه دي؟ ما ينفعش يا احمد، الشغلانه لازم تخلص كتامي. عارف يعني ايه كتامي؟ لما واخده كده عامله زي العوره. عارف يعني ايه العوره يا احمد؟ العوره عايزه ايه؟ عايزه سترها يا توحه. بالظبط كده، يبقى مفيش حد يعرف على الموضوع ده اي حاجه. ده لولا الجدع اللي اسمه ماجد رمسيس ده شريكنا، والله العظيم ما كنت قلت له. لا يا حاج، ماجد رمسيس ايه؟ من غيره ما كانش يبقى فيه ذهب. احنا كلنا في مركب واحده يا حاج، ما تخافش. كان يبقى ابوك معانا طيب، ولا حبشي ولا حاجه. لا خلي ابوك بعيد عن الموضوع ده، ممكن يبوظ لنا الدنيا. وحبشي كمان هيعمل لنا فيها وعظ بقى ويقعد يبكت فينا. احلى حاجه اللي احنا فيه ده، لا حد يمسك علينا زله ولا حد يزلنا بحاجه. انا دلوقتي نفسي افهم، الذهب بتاعنا وشاريينه بفلوسنا، ياخدوا عليه جمارك ليه؟ اهو اضطرونا نهرب اهو. انا والله العظيم ما عارف موضوع الجمارك والحدود دي لازمته ايه. ما يسيبوا الدنيا مفتوحه، اللي عايز يشتري يشتري واللي عايز يبيع يبيع، ومفيش مشكله الا السلاح والمخدرات يا حاج. خلاص يا عادي حماده، القول قولك، احنا كده كده ما بنشتغلش فيهم الا السلاح بالمكسرات. كان عايز يفلت مني ويبوظ الاتفاق، بس انا ايه، ما سبتوش، قفشته في اخر لحظه. قال لي ايه يا جورج، وقعدنا واتفقنا على كل حاجه الا بند واحد. قلت له لا معلش يا جورج اخويا، البند ده بالذات لازم ارجع لاولادي فيه، ولازم تفهموا ان انا شخصيا مش موافق عليه خالص. بس احنا عايزين نعرف الاول يا حاج، ايه هو البند ده؟ اسم المحلات ما تتغيرش. يبقى اللي اقوله شرط اخر نور، نص الفلوس اللي ابويا اتفق معاك عليها هي اللي هتدفع بس. الله، نص الفلوس ازاي؟ لا ده مستحيل يا حاج. لا لا لا، اللي حضرتك بتقوله يا مهندس هو اللي مستحيل. ما ينفعش نرمي اسم شركاتنا كده ونشيل اسامي محلاتك لمؤاخذه العمر كله بدون اي مقابل، ما ينفعش. احنا هنشتري المحلات كلها يا مهندس، مش محل ولا اتنين. تمام تمام يا سيد الدكتور، ولازم تعرف حاجه يا سيد جورج يا اخويا، بس والمسيح الحي ما تزعل مني. انا هقولها لك واخلص ضميري. موضوع هجرتك ده وانك هتسيب مصر خالص هيسمع في الساغه كلها، وده معناته ان السياح هيعرفوا انك هتبيع هتبيع، وده هيخليهم يتكوا عليك جامد قوي. يعني من الاخر كده مش هتلاقي اتفاق احسن من اتفاقنا. انما اقول لك يا اخويا جورج، انت عايز تهاجر ليه؟ ما البلد دي احسن من غيرها. انا بالنسبه لي اتولدت هنا ونفسي اموت هنا، بس الولاد هما اللي قلقانين من حكايه الجامعات والتطرف، مش عارفين البلد رايحه لحد فين. هتروح فين يعني؟
هتروح للخير كله ان شاء الله. مصر دي طول عمرها محروسه والنبي ما هيحصل لها حاجه ابدا يا جورجي. طب قول لي يا مهندس، يعني اشمعنى قبرص بالذات؟ ليه بقى مش امريكا، كندا، حاجه كده؟ حماتي يا سيدي عايشه هناك في قبرص. بعدين كويس لان المسافه بين هنا وقبرص ساعه واحده، وانا حابب ان انا اكون هنا وهناك. انا بيتي لسه هنا ما اتباعش ومش هبيعه، هي المحلات بس اللي هنبيعها. وانت يعني لا مؤاخذه يعني يا عم جورج، هتشتغل هناك ايه؟ في الدهب برضو؟ وانا بعرف اشتغل في حاجه غيره. يا سيدي ربنا يبارك لك يا مهندس، ربنا يبارك لك. طيب احنا كمان في الحقيقه ما بنعرفش نشتغل غير ان اسامينا تبقى على محلاتنا، وانت راجل محترم وكلمتك واحده، عشان كده ان شاء الله هنتفق ونلغي البند ده ونشتري على طول. واحنا يا عم اكراما لمعرفتك بالحاج هنزودك 10% عشان تلغي البند ده. ليه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ مكان ممكن يقف من غير حاجه خالص. جرالك يا احمد ليه؟ عشان انا قلت كده ولا ايه؟ ماليش كلام انا. الله الله الله، ما تصلي على النبي ولا ايه؟ انا اسف نفعت يا حاج. طب انا اسف، اتفضل. وانا مش هكسر كلام الحاج ومش هزود حاجه على 10% اللي حكمت بيها كده. ماشي خلاص يا زي جورج، نبقى اتفقنا على بركه الله نقرا الفاتحه بقى. طب بالنسبه لعم جورج هو يتصرف. مش عارف والله، يعني عمال اقول بعد اذنك ولو سمحت وعشان خاطر يا حاج، وبرضه بتتعصب عليا، اعمل ايه عشان تعاملني بالراحه؟ ما هو انت يا فتحي يا ابني ما بقتش تسمع خالص. يا ابني سيب اخوك يكمل كلامه واسمعه للاخر وبعد كده برد. ما انا عارف هيقول ايه يابا، عارف هيقول ايه. هيقول لي بطل تسرح، بطل اندفاع، اندفاعك ده بيخسرنا. هو ده كلامه على طول معايا. لا اله الا الله، لا هي مش دي الحقيقه يا حاج. له انت لولا تسرعك ده والعشرة في المية كان راجل هيوافق من غير حاجة والله، او كنا نقول له 5% بداية وننهيها برضو ب5%. يا اخي كسر حقك، كسر حقك وحق اللي جابوك كمان. انا ده قلت انا كده خلاص، هو ده كلامي. هتعلق المشنقة؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بتقوله ده؟ ده فتح تجننت يا ولد، تقول له كسر حقه اللي خلفوك كمان؟ يا ضيع الوهدة كده مشان ايه وكلام شات ايه؟ احنا بس بنضرب لك جرس عشان تاخد بالك. طب انا عايز احكي لك حاجه يابا، معلش بقى يا حاج ما تزعلش مني. في طلبيه جابها ب 3 مليون جنيه، قسما بالله الطلبيه دي بنجيبها هي ب 2.25. ليه؟ انا بسال ليه؟ الحاج فتحي عمره ما كان بيعمل كده يابا، دي تصرفات مش مظبوطه. ليه؟ ايه اللي جد علينا؟ يا ابني يا حبيبي، ما انت لازم تبطل الهباب اللي انت بتاخده ده، لان الهباب اللي بتبلعه ده هو اللي بيخليك متنرفز ومتعصب على طول، وعايز الدنيا كلها تمشي على مزاجك زي ما انت عايز. بعد اذنك بقى يابا، الحاج فتحي بعد اذنه يعني يتخلى عن التوقيع منفردا بعد كده لو سمحت. ليه؟ جاي على نفسك ليه؟ ما بلاش وقع خالص. يا ابني يا حبيبي، ما انت هتوقعوا انتوا الاثنين مع بعض، يا انت ومحمد يا انت واحمد، زي ما محمد واحمد بيعملوا، ما لهاش حاجه دي. والله يابا ربنا يعلم اني لما بقول كده حق التوقيع مجتمعين، ده عشان مصلحتنا كلنا. خلاص اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. طب بس ايه ده؟ ايه ده يا حاج؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قدام ابوك كده لو في اي حاجه انت مضيتها واحنا ما نعرفش عنها حاجه، الله يبارك لك قول لنا. طبعا مضيت شيك ب 8 مليون جنيه للدكتور بتاع الوزير بتاع التنميه الاداريه، زميل الدكتور التاني اللي اسمه عبد القادر، اسمه جمال، دكتور سعيد السيد، سمير السيد. سعيد السيد يا حاج؟ وليه 8 مليون؟ عشان نجيب كتب وكراريس من خلال الشركة بتاعته، عن طريق الشركة بتاعته. شركة؟ وإيه الشركة دي اللي الوزير شريك فيها؟ الشركة الشركة الدولية للخدمات المتكاملة يابا، ودي بقى شركة على قدها قوي قوي. لو وردت لنا بضاعة ب 2 مليون جنيه نبوس ايدينا وش وضهر. 2 مليون جنيه؟ طب والستة مليون؟ وحياتك ما هنشوف منهم حاجة يابا. طب أنا هقول لك، الشركة دي السنة اللي فاتت عملنا معاها مناقصة بمليون جنيه مش 8، لحد دلوقتي في 200,000 جنيه ما وردوش بيهم أي حاجة يابا. نقوم احنا نكافئهم ونعمل معاهم عقد ب 8 مليون في شارع مين؟ أخوك المجنون بقى يقول لك في شارع مين؟ في شارع الثلاث وزارات اللي الراجل ده ماسكهم. إيه؟ مش عاجبك ثلاث وزارات يا أحمد؟ هنعمل بيهم إيه يابا الثلاث وزارات؟ لا مؤاخذة، هينفعونا في إيه؟ هيكسبونا إيه أكتر من اللي احنا بنخسره يابا؟ احنا مش عايزين الحكومة، احنا عايزين الناس. احنا مع الناس، هنبقى دولة جوه الدولة، هنبقى حكومة للحكومة يابا.